أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من تعلم العلوم الدنيوية كالطب والهندسة وغيرهما من أجل أن يكتسب منه المال ويعف نفسه عن الناس وسؤالهم، فهل يعتبر ذلك عبادة يؤجر عليها؟ نعم، إذا تعلم الحرفة والصنعة من أجل أن يغني نفسه عن الناس هذا فهو على أجر، مثل اللي يطلب الرزق من أجل أنه ما يحتاج للناس، يبيع ويشري أو يؤجر نفسه أو من أجل أن يستغني عن الناس، هو على أجر في هذا، وعلى أجر في هذا. نعم.